شكرا وارحب بكم مره ثانيه. شكرا جزيلا لمشاركتكم في هذه الورشه اللي المخصصه لقضيه اعمار اعاده اعمار الموصل واعاده الحياه الى طبيعتها في الموصل في مرحله ما بعد هزيمه داعش. ونحن في مرحله جدا حرجه ومهمه على مشارف تحرير الموصل بشكل كامل وعودة النازحين إلى مدنهم وأحيائهم، وأيضا هناك ترقب وتوقع للهمة الجماعية أو المساعدة الدولية أو الدعم الداخلي والخارجي لإنجاح هذه المهمة لمواجهة التحديات. هناك تحديات كثيرة، أجرينا بحوثا كثيرة في السنة الماضية حول الموصل وحول قضية إعادة الإعمار، فنرى بأنه لا يمكن إتمام قضية إعادة الإعمار من طرف واحد اعتمادا على قادة أهل الموصل فقط، فقادة الموصل يحتاجون إلى الدعم الداخلي في بغداد وفي أربيل والدعم الخارجي من قبل التحالف الدولي. فاليوم برامجنا كالآتي، سأطلب من السيد نوفل حمادي محافظ نينوى لإعطاء صورة عمومية عن ما يجري وعن التحديات الحالية، وبعد ذلك أطلب من الأخوة رئيس مجلس محافظة نينوى والآنسة معاونة المحافظ لشؤون التخطيط و الأستاذ والفريق الركن جبار ياور لإعطاء صورة عن الوضع العسكري. فأطلب من أولا السيد نوفل حمادي لشرح ما يجري وأيضا رؤياه عن ما سنراه في المرحلة القادمة الأشهر القادمة وعلى المدى البعيد، وشكرا. يمكن صوتي زين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوان الحضور، السلام عليكم وطاب مساكم. الحقيقة بداية النهاية لداعش من تحرير مدينة نينوى والجزء المتبقي منها وبالتتابع والأولوية لمركز المدينة، حيث تم تحرير الساحل الأيسر والأيمن ما يقارب 70% وبقي 30% أقل من 8 أحياء لطرد داعش نهائيا من مدينة الموصل. ما يتكرر من حديث من على مستوى المحلي والمستوى الدولي ما بعد داعش. إخوان، إحنا حاليا هسه إحنا ما بعد داعش، المرحلة اللي نمر بيها ما بعد داعش. حكومة نينوى المحلية المتمثلة بالإخوان رئيس وأعضاء مجلس المحافظة ومحافظ نينوى وديوان المحافظة عملوا على ما بعد داعش، وبالإمكان ملاحظة ما يتم تحقيقه من استقرار وإعادة إعمار وتوفير مستلزمات الحياتية للوحدات الإدارية ابتداء من ناحية الجيارة وصعودا شور الحمام الحمدانية بعشيقة وكذلك برطلة والساحل الأيسر أيضا من مدينة نينوى. احنا حاليا نمر بمرحلة ما بعد داعش، حيث لا توجد الخطورة والانهيار. ممثلي الحكومة المحلية جاءوا وفقا للقانون وشرعا، هم الممثلين الشرعيين، ما أدوا من دور إيجابي بإمكانكم ملاحظته في الساحل الأيسر. العمل المتواصل، تواجد الأخوان رئيس وأعضاء مجلس المحافظة ليلا ونهارا لإيصال وما تم تحقيقه من إيصال التيار الكهربائي من الأولويات، ومن الأمور المهمة هو الجانب الأمني الذي يعتبر الدعامة الأساسية للاستقرار
وعودة النازحين. الحقيقة كل إفرازات بعد الحرب يتخلف عنها، وفي الأمور الاعتيادية معظم دول العالم أن تحصل جريمة السرقة، لكن بدأ انخفاض جريمة السرقة في الساحل الأيسر لتواجد القوات الأمنية وتواصلهم مع المواطنين من خلال المفارز، وكذلك هناك أوامر صدرت من اللجنة الأمنية أولا يمنع منعا باتا خروج أي مفرزة للمداهمة ليلا بشكل انفرادي، هذا تعزيز حتى لا يكون هناك انتحال للصفة. ما ممكن أن تكون مفرزة مداهمة ليلية من جهة أمنية واحدة، يجب أن يكون هناك مفرزة مشتركة، وبنفس الوقت المفارز الطيارة المشكلة ما ممكن أن تكون أي جهة أمنية تشكل مفارز للسيطرات. الحقيقة الجانب الأمني انخفاض معدل السرقة من خلال تقاطع البيانات الواردة عندنا وتشكيل لجان متابعة للجرائم اللي حصلت، صار توجه أن يتم عرض جميع من تسول نفسه الجرائم انتحال صفة أو قتل أو سرقة أن يعرض على قناة الموصلية، وهذا ما حصل، أدى إلى انخفاض وبشكل طبيعي وسلس الجانب الأمني وبامتياز أحسن من بقية المحافظات. إذا كان التطرق إلى الخطط، معظم من يتحدث عن حكومة نينوى، احنا عندنا الخطة المدنية تم إقرارها من مجلس المحافظة لكن لم تطبق لعدم توفير رصيد مالي. عندنا الخطة الخمسية أيضا مستمرين بها، كل ورئيس دائرة معني في محافظة نينوى تم تكليفه لإعداد خطة سنوية، سواء كانت من الجانب الأمني، التربية، الصحة، ما يتم التوجه به نحو سنة لإعطاء الصورة المستقبلية لمحافظة نينوى من خلال هذا المفصل، ويتم إرسال هذه الخطط إلى مجلس المحافظة. في حالة التقصير سوف يكون رئيس الدائرة مسؤول أمام مجلس المحافظة عن الخلل. من مقومات الحياة طبعا الماء، مشاريع الماء معظمها تم تأهيلها، واليوم إن شاء الله في ساعة متأخرة من الليل سوف يتم تشغيل مشروع القبة الذي يقضي على أزمة وشحة العطش في الساحل الأيسر. وصول التيار الكهربائي بسرعة فائقة وعمل موظفين الكهرباء ليل ونهار، وابتداء مع حضور معالي وزير الكهرباء، هذه من الأمور المهمة. إخوان، محافظة نينوى تحتاج أكثر من 2400 ميجا، ما يتوفر لدى نينوى هو 20 ميجا من السد و80 ميجا من المحطة الغازية، هذا كل ما موجود رصيد لمحافظة نينوى من التيار الكهربائي. هناك لجنة البحث عن الطاقة، الاتفاق الأول والمبدئي مع شركة كار وشركة سعد في قيوان بتوفير 370 ميجا لكل واحدة على حدة، يعني إذا كمل هذا الاتفاق سوف يكون طفرة نوعية لمحافظة نينوى في مجال التيار الكهربائي. الحقيقة جانب التنظيف ورفع الأنقاض ومخلفات داعش مستمرة، وأعتقد ممكن أن ننافس ونضاهي بقية المحافظات وبامتياز. جانب الإعمار، الحقيقة عندنا كل يوم اثنين وخميس فريق إعمار نينوى من ممثل من
رؤساء الدوائر والمهندسين لإجراء الكشوفات لكافة المشاريع لإعادة البنى التحتية بالتنسيق مع منظمة UNDP صندوق الإعمار. عندنا القرض الألماني، القرض الألماني 500 مليون يورو، الوجبة الأولى 190 مليون دولار، ليس فقط لمحافظة نينوى وإنما لصلاح الدين والأنبار وديالى ونينوى. صارت الفكرة أنه إكمال مشاريع تنمية الأقاليم المتوقفة بعدم وجود رصيد مالي للمشاريع قبل 10/6. عندنا مشاريع UNDP اللي متمثلة بالبنى التحتية، إعادة وترميم وليس بناء جديد. عندنا مشاريع تنمية الأقاليم وصندوق الأعمار والقرض الألماني. هذا ما يخص محافظة نينوى. للساحل الأيسر، الساحل الأيمن سوف مستمر العمليات بتنظيف وتأهيل مشاريع الماء. الغزلاني تم تشغيله، بقية المشاريع الحمد لله ما صابها ضرر كبير. عمليات التنظيف ورفع الأنقاض أيضا مستمرة. الكسورات لشبكة المياه وشبكة المجاري أنجز ما يقارب أكثر من 90% منها، والعملية مستمرة. وشكرا جزيلا. شكرا على هذه الإجابة الشاملة والاختصار أيضا. إذا تسمحون بس التليفونات اللي قريب الميكروفون إذا توخروا شوية لأنه يستحدث ضوضاء. والآن الأخ بشار الكيكي رئيس مجلس محافظة نينوى. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا. أولا أحب أشكر مؤسسة ميري والدكتور دلاور علاء الدين على هذه المبادرة الطيبة، وطبعا أشكر كل الإخوة الحضور من أعضاء مجلس المحافظة وأعضاء حكومتين والمحلية وديوان المحافظة ونواب ومعاوني ومستشاري المحافظ، وكذلك كل الحضور. حقيقة أنا يعني راح أتكلم الخطوط العريضة ل رؤية حكومة نينوى المحلية. السيد المحافظ أشر على بعض النقاط المهمة اللي تخص عمل الحكومة من الجانب التنفيذي والتي هي جدا مهمة، وتقيم الحكومة على أساسها بالتأكيد. أنا أدرك جيدا بأنه هذا الاجتماع هو اجتماع نوعي يؤسس عليه نتائج مهمة، فالحضور أيضا وجوده مهم جدا لتثبيت هذه الرؤية. بالتأكيد لا يمكن أن نتحدث عن وضع الموصل بدون أن نشكر القوات الأمنية العراقية كافة والبيشمركة، وهم يخوضون حربا صعبة ضد داعش. كما نحيي طبعا دماء المدنيين الأبرياء الذين سقطوا سواء من جراء أفعال داعش أو من جراء العمليات العسكرية. بدون شك الأولوية في مواجهة داعش ودحره وتحرير الموصل وكامل نينوى منه، ونحن ندرك جيدا هذه الحقيقة. ولكن في نفس الوقت نحن لا يمكن أن يعني لا يمكن إخفاء الأضرار المادية والبشرية التي خلفتها وتخلفه هذه الحرب. هنالك حقيقة، وهي أن الحكومة الاتحادية قد بدأت بجني ثمار الانتصار العسكري، ولكن لا زال الوقت مبكر للحديث عن استقرار شامل. وهذا يعني أنه يجب أن نتعظ من مرحلة ما قبل داعش بسلبياتها وإيجابياتها، وندرس أسباب ظهور داعش لكي نتمكن بعد إذن من معالجتها. مرحلة إعادة الاستقرار قد
فعلا بدأنا فيها أو نحن فيها، نحن في جزء من مرحلة ما بعد داعش مثل ما تفضل سيد المحافظ أيضا، وهي تعني مرحلة بحد ذاتها هي مرحلة إعادة الاستقرار، هي بدأت ولكنها بالتأكيد لم تنتهي، وهي تحتاج إلى بين قوسين تفاهمات أكثر وأشمل وأعم. أنا مؤمن بأن انتهاج سبيل الثقة المتبادلة أهم من فرض الإرادة وبأي شكل كانت، لذلك يجب أن نبني الثقة فيما بيننا ولا ننسى آثار ومخلفات داعش في جميع المجالات. لذلك يجب أن تدخل مكونات نينوى في حوار جدي وعميق لرسم مستقبل المحافظة. أنا أعرف هنالك أنواع من الاجتماعات، ولكن أيضا بين قوسين هي لا زالت مجاملات، لأنها يجب أن تكون بعيدة عن منطق القوة العسكرية، وإنما يجب أن ترسخ موضوع قوة الحقوق التي تستند على كرامة الإنسان أولا. حكومة نينوى المحلية بكل مفاصلها تعمل بشكل جدي في إثبات وجودها أمام التحديات الحالية والمستقبلية، لذلك فعلا أقرينا الخطة المدنية، وهي فعلا خطة وتعتمد على أسس، ولكن لم تفعل بشكل المطلوب. في جزء منها نحن السبب كحكومة محلية، وفي الجزء الآخر والأكثر هي حكومة الحكومة الاتحادية. وفي الآونة الأخيرة أيضا أقرينا الخطة المدنية، طبعا هي موجودة ممكن بعدين تتوسع على الأخوة الحضور أيضا، وهي نتيجة جهود مشتركة لحكومة نينوى المحلية بشقيها طبعا التنفيذي والتشريعي، ونعمل على تهيئة أسباب تحقيقها على عدة مراحل. طبعا حضراتكم الأكثرية يعرفون مدى بخل الحكومة الاتحادية في صرف مستحقات المحافظة، ولكن أنا أحب أؤكد أنه لدينا خطة، أي بمعنى لدينا رؤية، وهذا مهم جدا في هذه المرحلة. أما مدى تحقيقها وتنفيذها هذه تعتمد على مستلزمات كثيرة ممكن مناقشتها طبعا. وأخيرا نحن كحكومة نينوى المحلية بالتأكيد لدينا تقصير في جوانب كثيرة في الحياة الإدارية والخدمية، ولكن في نفس الوقت نحن لن نتخلى عن مسؤوليتنا تحت أي ظرف كان، ولن نحمل الآخرين المسؤولية، كل حسب مسؤوليته وحسب مدى جسامة مسؤوليته. وفي نفس الوقت نحن لسنا مع شخصنة الأمور، نينوى ليست لمكون معين وليست حكرا على شخص معين، نينوى للكل والموصل للكل، وهذه ليست شعارات وإنما نحن نطبقها حاليا على مستوى حكومة نينوى المحلية، وهنالك ممثلين لكل مكونات نينوى في مجلس المحافظة أتوا عن طريق الانتخابات وليس عن طريق التعيينات. وأنا في تصوري الحكومة نينوى المحلية هي لا زالت في تصورنا عنصر توازن بين مكونات نينوى كلها، وقد تكون عنصر توازن بين الأقليم وبغداد أيضا، ولكن هذا لا يعني بأنه يجب أن لا نفكر في مستقبل أفضل، ولكن المستقبل الأفضل يجب أن يكون بعيدا عن فرض الإرادات، وإنما يكون بالحوار الجدي العميق. شكرا. شكرا جزيلا الأخ بشار الكيكي رئيس مجلس محافظ الموصل. طبعا الوضع إعادة الإعمار يعتمد بشكل أساسي على الوضع الأمني وعلى تحرير بقية أراضي نينوى. يهمنا أن نعرف مدى تأثير الوضع الأمني على إعادة الإعمار والمخاوف الأمنية الموجودة في الحال الحاضر
وأيضا نحتاج إلى تقييم لحجم الأضرار الواقع على البنية التحتية وكيف يمكن تحقيق أقصى قدر من النجاح لإعادة الإعمار. وأيضا نحتاج إلى دراسة كيفية التعاطي مع مشكلة إعادة النازحين، وما بعد ذلك للتركيز على المصالحة وإعادة التأهيل المجتمعية وإعادة الثقة بين المجتمعات في نينوى. وسنتطرق إلى دور الجهات الفاعلة للتعاون معكم، لكن باختصار شديد سأطلب من الأخ جبار ياور لتقديم صورة عن الوضع الأمني. قبل البدء يعني نشكر الأخ العزيز الدكتور دلاور ومؤسسة ميري لأنها هي السباقة دائما خاصة في موضوع الموصل، أعدد مجموعة من الاجتماعات هنا في موقع أو في مقرها دائم هنا، ولو دور كبير كما أكد على ذلك السيدان المحافظ ورئيس مجلس المحافظة. أرحب بجميع الحضور، السيد المحافظ، السيد رئيس مجلس المحافظة، نائب المحافظ، كل الأخوان في المحافظة من يعني المسؤولين في المحافظة وأيضا أعضاء مجلس المحافظة. طبعا كما ذكر الأخوين موضوع الموصل موضوع مهم جدا بالنسبة للإقليم وأيضا بالنسبة للحكومة الاتحادية، خاصة ما بعد التحرير الكامل، ونحن نوشك على النهاية كما أكد على ذلك السيدان. طبعا كان من الأفضل وكنا يعني نود أن يكون موجود هنا الأخ العزيز اللي واركن نجم الجبوري لأنه هو قائد عمليات تحرير نينوى ولم يحضر في هذا الاجتماع، سوف أنا أكون نيابة عنه كأخوة عزيز لنا، سوف أذكر بصورة مختصرة الوضع العسكري للموصل، وأيضا كما ذكر الدكتور دلاور المخاطر ما بعد عملية التحرير خاصة على كيفية إعادة بناء البنية التحتية للموصل كمركز المحافظة وأيضا المناطق التابعة للموصل بصورة عامة، الأغذية والنواحي والمناطق الأخرى. في البداية تطرق بصورة سريعة إلى موضوع عملية تحرير الموصل. طبعا كما تعلمون عملية تحرير الموصل جاءت بمخاض طويل، يعني كان من المقرر أن تبدأ 2015، ولكن عندما زار السيد رئيس وزراء أربيل واجتمع بسيادة رئيس إقليم كردستان وعد بيانا حول ذلك، ولكن بسبب الوضع العسكري في الأنبار أجلت هذه العملية إلى حين 17 شباط من العام الفائت، واليوم نحن نمر في بعد 100 يوم من هذه العملية. طبعا بعد قبل العملية كانت هناك اجتماعات عديدة ما بين القادة في الحكومة الاتحادية والقادة من قوات البيشمركة في والقوات الأخرى في الإقليم، وأخيرا توصلنا شكرا لله إلى نتيجة وهو الاتفاق على خطة كاملة لتحرير الموصل، وأيضا اتفقنا على دور قوات البيشمركة في هذه العملية، وبدأت العملية في 17 شباط. طبعا كانت في البداية هناك أهداف محددة لقوات البيشمركة، الأهداف المحددة كانت مهمة جدا لأنها كانت هي في مناطق لفتح الطريق أمام القوات الاتحادية للدخول إلى منطقة الموصل، خاصة في منطقة الجنوب الشرقي والشرق والشمال الشرقي من مدينة الموصل، وقامت قوات البيشمركة بعملياتها قبل بدء الجيش الاتحادي بهذه العمليات. ما عدا الأهداف المحددة لقوات البيشمركة كان هناك أيضا واجب آخر لقوات البيشمركة، وهو يعني مساعدة القوات الاتحادية وتأمين الطرق اللوجستية لنقل القوات من الوسط والجنوب إلى معسكرات مؤقتة في مناطق تقع في مخمور والقوير وأيضا في منطقة أسكي كلك ومناطق قريبة من سد الموصل، لكي تكون مواقع لانطلاق القوات الاتحادية. ولحد الآن هذه العملية مستمرة، يعني عملية المساعدة في تحرك هذه القوات ونقل القوات الذي هو مهم جدا بالنسبة للقوات الاتحادية. العمل الثالث أو الواجب الثالث لقوات البيشمركة هو
إمداد القوى الاتحادية بالمعلومات الاستخبارية حول مواقع داعش وتحركاتها وأماكنها في المنطقة، ولحد الآن العملية مستمرة. ما عدا ذلك نقل الجرحى من المدنيين والعسكريين من القوى الاتحادية إلى مستشفيات دهوك وأربيل ومعالجتهم، وأيضا تأمين الطرق الآمنة للمهجرين لإيصالهم إلى المخيمات. ولحد الآن كما قلت كل هذه الواجبات تتم بصورة كاملة، وكان واجب قوات البشمركة العسكري فقط في المنطقة في منطقة شرق الموصل. أما في عمليات غرب الموصل فلم يكن هناك دور أو أهداف لقوات البشمركة، وإنما باقي الواجبات الأخرى، تأمين الطرق اللوجستي، نقل الجرحى، المهجرين وغيرهم، هو لحد الآن باقي لي بالنسبة كواجبات لقوات البشمركة، ولكن لم تكن لدينا أهداف محددة في المناطق الشرقية الغربية من الموصل. وحاليا ما عدا تحرير الجانب الشرقي، الجانب الغربي من مدينة الموصل يعني من 38 ضاحية في المنطقة الغربية، بقت حوالي 6 مناطق لحد الآن لم تحرر، والمناطق الرئيسية المهمة خاصة معسكر الغزلاني ومطار الموصل هم محررين. وحسب الخطة التي نسمعها من القادة العسكريين من القوات الاتحادية هو بأنه قبل وصولنا إلى شهر رمضان المبارك هناك خطة للتحرير الكامل للمدينة، يعني لمركز مدينة الموصل. طبعا كما قلت أنا بدلا من أخي العزيز اللواء نجم الجبوري، القوات التي اشتركت في هذه العمليات كان الجيش الاتحادي، الفرقة 15، الفرقة 16، الفرقة الأولى للرد السريع، الفرقة التاسعة، قوات الحشد الشعبي، قوات الشرطة الفيدرالية، قوات مكافحة الإرهاب، وأيضا الشرطة المحلية. كل هذه القوات هي اشتركت إلى جانب قوات البيشمركة وباقي قوات الإقليم التي هي اشتركت في العمليات في لتحرير الموصل. نحن نأمل بأنه تتم أو تنتهي عملية التحرير إلى حين شهر رمضان كما هو مقرر، لذلك الانتهاء العمليات داخل مدينة الموصل، وتبقى أطراف المدينة تلعفر ومناطق أخرى لحد الآن خاصة مناطق قرب منطقة السنجار لحد الآن هي ليست محررة بالكامل من أيدي داعش. طبعا هذا سوف يكون بعد تحرير مركز المدينة. هذا بصورة مختصرة عن الواقع العسكري الموجود. أنا فقط أتكلم عن المخاطر أيضا بصورة مختصرة ما بعد عملية التحرير كما ذكر الأخوان. طبعا تحتاج الموصل إلى إعادة إعمار وإلى خطة كاملة للتنمية، يعني في كافة المجالات المدنية التي ليس أنا بدخل فيها، يعني الأخوان هم المسؤولين عن هذا الموضوع، ولكن أنا أتكلم فقط من الناحية الأمنية والعسكرية. طبعا إن لم تكن هناك أرضية مساعدة من الناحية الأمنية والعسكرية لعملية إعادة بناء البنية التحتية للموصل فلا تتمكن العملية أن تتم من هذه الناحية. فما هي المخاطر التي سوف نراها حسب التوقعات؟ أولا طبعا داعش لا ينتهي بطردهم من مدينة الموصل، سوف يبقى بشكل آخر، يعني كما كان في زمن القاعدة، يعني تهديدات داعش سوف تبقى، ولا ونعرف نحن أن الموصل هي قريبة من حدود سوريا، وسوريا لحد الآن هي داعش موجودة فيها لحد الآن، ولم تطرد بالكامل أو لم ينتهي داعش بالكامل. هذا واحد، يجب أن تكون هناك خطة عسكرية مشتركة للقوات الاتحادية وأيضا مع قوات الإقليم لكيفية مكافحة داعش بعد تحرير الموصل. ما هي الخطة يعني لمكافحة النوع الآخر، التكتيك الآخر الجديد الذي سوف يكون لعمليات إرهابية ما بعد طردهم من المدن؟ هذا واحد. ثانيا نحن اتفقنا على خطة قبل عملية تحرير الموصل لكي تشترك قوات البيشمركة في هذه العملية، ولكن مع الأسف مثل كل الاتفاقيات السابقة لم يكن الاتفاق موقعا على ورق، وإنما كان اتفاقا شفويا. الكثير الاتفاقات في الحكومة الاتحادية لحد الآن هي اتفاقات شفوية ولا تتم على أسس محددة على ورقة وتمضى من الجانبين. بعد عملية تحرير الموصل أنا يعني أتصور يعني يجب أن يكون هناك اتفاق على كيفية التعاون الأمني والعسكري ما بين
القوات الاتحادية وقوات الإقليم، لأننا سوية في هذه المنطقة يكون باتفاق يمضى عليه من قبل الإقليم والحكومة الاتحادية بصورة رسمية، وأن يكون تكون هناك أسس لهذا التنسيق العسكري، يعني أسس قانونية وعسكرية لكيفية التنسيق في هذه المجالات. لماذا؟ كما قلنا داعش لا ينتهي بعد تحريره أو بعد طرده من مصر، هذا أولا. ثانيا الكل يعلم هذا ليس مخفي، هناك مناطق كثيرة تابعة للموصل كمحافظة هي مناطق متعلقة بالمادة 140. أنا لا أقول مناطق النزاع، أنا أقول كما قاله هو السيد رئيس الوزراء في ملتقى السليمانية، المناطق التي سوف تدار بصورة مشتركة، ولكن هذا أمل للجميع وليس هو شيء لم يطبق في الواقع بصورة حقيقية. أنا أقول فقط هذه المناطق التي هي متعلقة بالمادة 140، كما ذكر الوفد الذي زار بغداد من الإقليم بأن هناك كان اتفاقا مبدئيا ما بين الجميع لتفعيل المادة 140. يجب أن تفعل المادة 140، ويجب أن تنهى موضوع هذه المناطق التي هي سوف تكون هي مناطق حساسة بالنسبة بين الإقليم وبين الحكومة الاتحادية في مناطق في منطقة الموصل، وهي تؤثر بالنتيجة من الناحية الأمنية على الوضع العسكري وعلى البنية التحتية. أخيرا نأمل من الأخوة في المحافظة، المحافظ رئيس مجلس المحافظة، الأخوان الموجودين في مجلس المحافظة وأيضا في الحكومة المحلية في الموصل، أن يكون لهم دور كبير لكي يساعد الإقليم والحكومة الاتحادية للتغلب على المشاكل الأمنية والعسكرية أيضا، كما يتغلبون على المشاكل المدنية، لكي نبني الموصل مرة أخرى بصورة جيدة. وشكرا. شكرا جزيلا. أشكرك سيادة الفريق. تعويضا لألقاط الأوراق مسبقا، أقدم لكم السيدة أسين حمزة رئيسة لجنة الأعمار والخدمات في مجلس محافظة نينوى، وثم السيدة سيل العمري معاملة المحافظة شؤون التخطيط. آسف على هذا التأخير، وتفضلي سيدة. سيدات السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل من حسب مقالي، احنا نتشرف اليوم بهذا المؤتمر اللي يقيمه مؤسسة ميري الشرق الأوسط للحكومة المحلية اللي تضمن مجلس محافظة نينوى كجهة تشريعية ورقابية، والمحافظة الجهة التنفيذية، وكذلك مجموعة من المسؤولين في هذه المحافظة أيضا، ومع منظمات المجتمع المدني. أنا كرئيسة لجنة الإعمار والخدمات أقول إن من ضمن حقوق الإنسان هو رجوع الحياة الطبيعية إلى نينوى، ورجوع الحياة الطبيعية إلى نينوى يجب أن ترجع الخدمات بالشكل الأساسي والضروري لهذه المحافظة، والخدمات هي أبسط مقومات الحياة اللي هي الماء والكهرباء، ومن ثم وأهم طبعا هو الاستقرار الأمني للمواطن، وأن لا نرجع إلى المربع الأول قبل 2014. ومثل ما تكلم الأخ نائب لواء نجم الجبوري قال إن دواعش سيظلون بشكل أو آخر في نينوى، أنا أقول إذا ظلوا فهو في أفكارنا، إذا إحنا نريد نطلعهم من أفكارنا نقدر. الكل يوم لازم يتعاونون رجوع الاستقرار الأمني لنينوى. رجوع الاستقرار الأمني لنينوى ما تعتمد فقط على القوات الأمنية، يعتمد على المواطن بالدرجة الأولى، وإن شاء الله سنرجع بحلة جديدة إنه كل مواطن يكون عنده مسؤولية في إرجاع الأمن. إحنا من يستهم بحباب الرمال فمن حباب الرمال يصنع الجبال. نتمنى الكل يشيلون المسؤولية مع القوات الأمنية، وكذلك التفاهمات اللي راح يصير بين الأقليم والحكومة المركزية لإدارة هذه المحافظة بشكل جيد حتى لا نرجع إلى الماضي.
الخدمات مثل ما تعلمون الآن قسم من المنظمات مشكورين يساعدون نينوى في إرجاع الماء والكهرباء، لأن الإمكانيات المقدمة من الحكومة المركزية هي ضئيلة جدا بسبب الحروب اللي تمر به ودعم القوات العسكرية تكلف الدولة، والموازنة المخصصة لمحافظة نينوى قليلة جدا مثل ما تعرفون. الموازنة اللي تم الإقرار عليه 48 مليار هي للمشاريع المستمرة البسيطة، لأنها لو بدأنا بصرفي على مشروع لن يكفي لإكمال مشروع واحد في نينوى. إن الخدمات المقدمة حاليا اللي هو تصليح مشاريع الماء والكهرباء مستمرة، واليوم وصلت الكهرباء لقسم من مناطق أخرى من ناقلات خط 138. طبعا المعلومات موجودة أزيد شيء عند معاونية الإعمار والتخطيط، لكن هذا بشكل مختصر. البيحة كنا في جولة مع مدير البلديات في قرية خورصيبات لرفع الأنقاض وأن نبعث لهم بماء، لأن الماء لم تصل لقسم من القرى في سهل نينوى وكذلك في الساحل الأيسر. تفاجأنا بخبر سار، نتمنى أن تكون دعم جميع الدول لنينوى بهذه الصورة، أن الحكومة الألمانية تبرعت بآليات لسهل نينوى بالأخص. الآليات هي آليات رفع الأنقاض وكذلك الكابسات، وسيتم يوم الخميس إن شاء الله بتسليمه، تبدأ من ناحية بعشيقة ومن ثم المناطق الأخرى. وكذلك تم استلام 1.5 مليار من وزارة الإعمار والإسكان، ولاحظت البارحة في زيارتي لمقر البلديات في بارطلة إن الكشوفات ضمت بالتساوي حقوق بشكل بسيط، طبعا مشاريع بسيطة لكل المناطق المحررة في نينوى، يعني أقصد الأطراف وكذلك الساحل الأيسر، من مشاريع بسيطة تكلفتها 1.5 مليار يتم استلامه غدا إن شاء الله وتوزيعه على هذه المشاريع البسيطة. ولكن هناك مشاريع كبيرة يحتاج إلى دعم كبير من المنظمات الدولية. نحن نحتاج في هذه المرحلة إلى أمرين هامين، إن المنظمات الدولية تقف بجنبنا، وأكو منظمات ما قصروا معنا، ولكن نطمح للمزيد بالنسبة لضعف الحكومة المركزية. إذا اعتمدنا على الحكومة المركزية صعب إعمار نينوى في هذه المرحلة، وكذلك نحتاج عند التعامل مع هذه المنظمات أن تكون مرجعيتهم لمجلس محافظة نينوى. والسبب لاحظته في الفترة الأخيرة مع جل احترامي للمنظمات المحلية وقسم المنظمات المحلية تعمل بشكل جاد، ولكن قسم منه يتم التعاون مع المنظمات الدولية بعيدة عن مجلس محافظة نينوى، بعيدة عن المحافظة، لا نعرف بهذه الاتفاقات. سيكون تلابس في العمل، التماس في العمل، إنه منظمتين اثنين يعملون على مشروع، مع إنه احنا نحتاج إنه يركزون على مشاريع أخرى أهم، أن يكون لنا صلة لمجلس محافظة نينوى بهذه المنظمات لتكون في أيادي أمينة وتتم العمل بالصورة الصحيحة. والكلام أنا أتركه لمعاونية التخطيط والإعمار، لأن نسب الأضرار موجودة عندي، ولكن أتمنى هي يشرحوها بالتفصيل. شكرا. شكرا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة شكرا لإتاحة لي الفرصة بالحديث، رغم أنه سيكون حديث ارتجالي لأنه ما تحضرني الأرقام، يعني لم أكن أعرف مسبقا أني سأتحدث عن بعض الأرقام أو الإحصائيات المطلوبة. الحقيقة ملف النازحين هو ملف شائك جدا وذو أبعاد كبيرة، أبعاد سياسية اجتماعية بيئية من جميع الجوانب، وحتى الخراب الذي خلفه داعش هو خراب مجتمعي، خراب عمراني، خراب من الناحية الأمنية. سأتكلم عن جانب الإعمار وكيفية إعادة الإعمار. حقيقة أنا أعتقد إعادة الإعمار سيكون ضمن رؤية المحافظة وما تكلم عنه السادة محافظ نينوى ورئيس المجلس حول رؤية المحافظة من خلال الخطط التي وضعت، ولكن أنا أؤكد على إيجاد آليات عمل لترجمة هذه الخطط إلى واقع. هذا الواقع يجب أن يتضمن هذه الأبعاد التي ذكرت، من خلال مناهج عمل، من خلال برامج، من خلال آليات عمل تضمن طريقة التعامل مع
الموارد المالية القليلة التي لدينا وأيضا الموارد البشرية. يجب إعادة توزيع الموارد المالية والبشرية بطريقة تضمن إمكانية تنفيذ العمل بشكل أسهل وأسرع وأكثر كفاءة. الحقيقة نأكد أيضا على موضوع مراقبة الإداء لمنظمات المجتمع الدولي. منظمات الأمم المتحدة لها دور كبير جدا، كثير من الموارد المالية ستأتي من منظمات الأمم المتحدة. يجب وضع آلية تنسجم مع طريقة عملنا ومجتمعنا، حتى لو كانت من خلال مذكرات تفاهم توقع، تضمن حقوق وآلية العمل بكلا الطرفين. يجب أن يكون للحكومة المحلية دور كبير في توجيه هذه المنظمات لكي نضمن عدم التقاطع. أيضا أنا أتكلم عن موضوع الحكومة الفيدرالية، الحكومة المركزية. أعتقد أيضا يجب أن تعلم بالخطط التي توضع لكي نضمن عدم التقاطع مع وزارة التخطيط بالذات، ولكي نضمن آلية عمل صحيحة لا تكون خارج إطار الخطة الوطنية التي وضعتها وزارة التخطيط، والتي تضمنت ملفات كثيرة حول كيفية إعادة النازحين وكيفية ترغيب النازحين بالعودة إلى موطنهم دون إجبارهم. وأكيد ترغيب المواطنين وترغيب النازحين بالعودة سيكون من خلال تحقيق الأمن الذي تحدث عنه السادة ذوي الاختصاص بهذا الموضوع، من خلال تقديم الخدمات بشكل جيد. وركز أيضا على الأولويات، الأولويات لقلة الموارد المالية. يجب أن نركز على الأولويات التي تعكس رؤية الحكومة المحلية وأيضا تعكس رؤية الحكومة المركزية لكي تكون مشتركة معنا فيما نعانيه. ربما تستطيع أن ترفدنا بمبالغ إضافية بعد أن ترى ما نعانيه من مشاكل حول قلة الموارد. شكرا جزيلا، هذا ما أستطيع أن أذكره. شكرا جزيلا لجميع المتحدثين. الهدف من هذه الجلسة والبحوث المتبنية من قبل مؤسسة ماري والأعمال الجيدة اللي تقومون بها في مجلس المحافظ والمحافظة هي بالتأكيد بالنهاية لرسم خارطة الطريق يؤدي عبر محطات إلى إعادة إعمار نينوى وإعادة الحياة إلى طبيعتها و إدارة أي نوع من الصراعات المجتمعية وأي نوع من الاختلال بالأمن في المستقبل، أن نمنع كل عقبة وكل حاجز يأتي إلى في على طريقنا في هذا خارج الطريق. فنحن نأمل إلى إدامة هذه النقاشات والاستماع إلى آراء الأخوة والأخوات الآخرين الذين هم لهم خبرة ولهم اختصاص ولهم رأي ورؤية، فنود أن نسمع من الكل. لكن